خروج ديال هاد الجماهير ديال حي المغارة، المشكل الوحيد هو الماء الصالح للشرب. حنا كنفقدوا واحد المادة حيوية مدة 3 ايام، حنا ما شفناش نقطة ديال الماء ما عندناش، ورمضان والحرارة 45، هادشي سي لا يعقل ولا يعقل. الساكنة صبرت حتى عيات، راه خرجت تحتاج، غادي تحتاج على حقها، لأن المادة الحاوية ما عندهاش. هذا هو أسباب الخروج ديال هذه المسيرة، وكنشكر سكان حي المغارة على هذه المجهودات اللي كيبذلوها معانا، وكما كيعلم الجميع بأن كلشي حاضر، السلطات وسائل الإعلام راه كلشي حاضر. هذه راه مهزلة بالنسبة لحي المغارة. حي المغارة مهمش من قلة الماء الصالح للشرب، الماء الصالح للشرب، المادة الحيوية كيفقدها سكان حي المغارة. هذا لا يعقل، عيب وعار على هاد الناس باش يخلوا هاد الساكنة هذه. الناس كيهزوا الطوار ديال الماء وكيهضروا في الضيعات باش يجبدوا الماء ديال الصالح. تصور حي إلا درناه على الحي كامل ما غاديش تلقاو إيترو ديال الماء. هذه هي أسباب هذه المسيرة علاش خرجت لقدام العمل. جمع بوكديد رئيس فيدرالية جمعية أحياء كيوما، هذا المشكل اللي كان في المغارة ديال الانقطاعات المتكررة للماء هي طولت أكثر من 10 سنوات، وهذا الحي كيعيش هذا المشكل ديال الانقطاعات المتكررة ديال الماء. وأخيرا أكثر من شهرين حطينا طلب لقاء للمدير ديال الوكالة ديال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مازال ما استقبلنا لمدة شهرين. هذا يعني أنه هذا غير مسؤول نهائيا على هذا القطاع. الناس كيتشكاو، بلغنا ليه بانه راه عندنا مشكل ديال المغاره والانقطاعات اللي كاينه وهادشي كامل، وطلبنا معاه لقاء. الى حدود الان ما عقد معنا لقاء. داكشي علاش جات هاد المسيره وهاد الاحتجاج اللي كاين ديال الساكنه، وهو عفوي وغير منظم، والتحقنا به كفيدراليه للتاطير باش ما يكون دوك الانفلاتات للامنيه ولا الانفلاتات ديال الشباب باش ناطروه، ولكن كنحملوا المسؤوليه الدرجه الاولى للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.